الأولوية للحدث مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم الآن للمركز الدولي للمؤتمرات، حيث سيتقدم وزير السكن بكلمة بخصوص هذا اليوم الوطني للمدينة. السيدات والسادة الضيوف، السيدات والسادة الإطارات، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أتواجد اليوم بين هذا الحضور الكريم المتمثل في أصحاب القرار ومنتخبين وخبراء جزائريين والأجانب ذوي الكفاءات العالية والمنظمات المهنية والممثلين عن المجتمع المدني والإطارات. وبالمناسبة أتوجه بالشكر الجزير لضيوفنا الذين أبوا إلى أن يلبوا دعوتنا رغم انشغالاتهم العديدة، وأخص بالذكر ضيف الشرف السيد كريستيان دو بوتسون بارك، المهندس المعماري المشهور عالميا والحائز على عدة جوائز دولية. نسويت لا بيانفوني à notre invité d'honneur monsieur Christian Potson Park. والشكر موصول إلى جميع المشاركين الذين سيتكرمون علينا بخبراتهم وآرائهم التي نحن في حاجة إليها من أجل النهوض بمدننا إلى المستويات التي نطمح إليها. كما أشكر أخي وزميلي معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نوردي بدوي الذي رافقنا في تحضير هذا اللقاء. سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، إن الرعاية السامية التي يحظى بها هذا اليوم الوطني للمدينة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لخير دليل على العناية التي يوليها فخامته للمدينة الجزائرية وحرصه على الارتقاء بها إلى مصف المدن العصرية. فباسمكم جميعا أغتنم هذه السانحة لأرفع لفخامته تحية إجلال وتقدير على هذا التشريف الذي خصنا به. إن هذه التظاهرة الهامة التي تنظم بعد أيام قليلة من عقد الدورة التاسعة للمنتدى الدولي الحضري العالمي بماليزيا تعتبر أول لقاء تنظمه بلادنا من أجل مناقشة مستقبل المدن الجزائرية بعد اعتماد الأجندة الحضرية بكيتو 2016. إن هذا اليوم الذي كرسه القانون 0606 المؤرخ في 20 فبراير 2006 يتزامن مع تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية ومع اليوم الوطني للبلدية 51. سيداتي سادتي، إن سياسة المدينة في العالم برمته هي سياسة عمومية بالغة التعقيد كونها متعددة الأبعاد. وإذا أخذنا مثلا بلادنا الجزائر ف 70% من الساكنة يعيشون في المناطق الحضرية، مما يدل على مدى حجم الرهانات والتحديات التي تفرضها علينا هذه الوضعية. وفي هذا الإطار يمكن أن نشير على المستوى الدولي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للسكن والتنمية المستدامة أبيتا 3 الذي عقد بكيتو الإكواتورية في شهر أكتوبر 2016، أين اعتمت البلدان الأعضاء بما فيها بلادنا الأجندة الحضرية الجديدة، وهو برنامج جديد للمدن يتضمن رؤية مشتركة حول المدينة المستقبلية، والذي سمح بوضع قاعدة مشتركة حول المبادئ التي صادقت عليها كل البلدان والتي من المقرر أن يتم الاسترشاد بها في إعداد وتنفيذ السياسة التنموية الحضرية في العشرينية القادمة. ومواصلة لهذا المسعى، انعقدت مؤخرا بماليزيا الدورة التاسعة للمنتدى الحضري العالمي المنظم تحت شعار المدن في آفاق 2030 الذي كان لشرف حضوره ممثلا للجزائر مرفوقا بالسيدين والي ولاية العاصمة ووالي ولاية وهران، حيث عرضنا تجربة بلادنا والتطور الذي عرفته في ميدان التعمير والسكن بفضل السياسة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
وسهر على ترقية المدينة وجعلها فضاء للعيش الكريم تسخر به بكل مستلزمات الحياة، ورمزا لحضارتنا مجسدا بذلك التزامات بلادنا منذ 2016 في مجال التنمية الحضارية المستدامة، وخاصة الهدف رقم 11 المتعلق بالمدن والجماعات المستدامة من ضمن التوصيات الأممية في هذا الشأن. سيداتي سادتي، في هذا السياق إن لقائنا اليوم يكتسي أهمية بالغة بالنظر للتحديات التي تنتظرنا بالنسبة لمدينة الغد وتطورها وتنظيمها الوظيفي والاجتماعي والروابط التي يجب تطويرها مع الفاعلين والشركاء من أجل مدينة إيكولوجية ومرنة تتوفر على كل وسائل ضرورية للتغيير المتعدد الأبعاد. كما يتوجب علينا تزويد سياسة المدينة بمنهجية عمل كفيلة باستباق النمو الديموغرافي السريع وما ينجم عنه من تزايد حاجيات وطموحات المواطن في حياته اليومية من حيث الأمن والحماية من الأخطار الكبرى ومن الجريمة، إلى جانب الحاجيات الأساسية من الصحة والسكن والتعليم ووسائل الراحة والترفيه. سيداتي الفضلايات، سادتي الأفاضل، بالنظر لهذه الأهداف فإنه سابق لأوانه تقييم حصيلة مجمل النشاطات المجسدة من قبل بلادنا في هذا المجال، غير أنه يمكننا تحديد النتائج الأولية المحصل عليها من مختلف البرامج التنموية المجسدة منذ سنة 2000. إن التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها بلادنا ومختلف المراحل التي مرت بها أضفت إلى انتشار غير منتظم للسكان، خاصة إبان المأساة الوطنية، والتي بات من الضروري اليوم التحكم فيها لإعادة التوازن بين الريف والمدينة، حيث أصبح عدد السكان في المناطق الحضرية يناهز 22 مليون نسمة، حيث تضاعف بست مرات في ظرف 4 عشريات. هذا التوجه سوف يتواصل ليتجاوز 40 مليون نسمة في المناطق الحضرية في آفاق 2030، وهو ما يعادل التعداد الإجمالي للسكان حالياً. وكإجراء استباقي لهذا التطور، بادرنا بوضع استراتيجية للتنمية الحضرية وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعمير وسياسة المدينة مع السياق الحالي والمقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة، حيث نحن الآن بصدد إعادة النظر في قانون 0929 المؤرخ في الفاتح من ديسمبر 1990 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير. إن هذه الاستراتيجية التي يجب أن تعطي الأولوية للتجديد الحضري وسياسة المدينة ترمي إلى استعادة المدينة لدورها وبعدها النوعي والكمي لضمان التنمية والسير الحسن للإقليم، وهذا على مختلف الأصعدة. هذا وقد سمح التقييم الموجز لوضعية مدننا بروز ديناميكية إقليمية حضارية جديدة، لا سيما في محيط وداخل العواصم والمدن الكبرى للبلاد من خلال البرامج الكبيرة للتجهيز العمومي خلال العشرية 2000-2009 المبادر بها من طرف فخامة رئيس الجمهورية والمجسدة على نحو مستدام الأهداف الاستراتيجية للتنمية الحضرية في آفاق 2030. والمؤشر الواضح الشاهد على ذلك هو رفع تحدي الموارد المائية، تطوير وتعزيز البنى التحتية لطرق السيارة، المطارات، الموانئ، السكك الحديدية، السياحة، الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، التعليم، التكوين والبحث والإبداع الثقافي. كما أنه في سياق العام لتجهيز بلاد وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالسكن، قامت الدولة خلال البرنامج الخماسي الرابع الذي يمتد إلى آفاق سنة 2019 والجاري إنجازه حالياً بمضاعفة جهودها في مجال إنجاز السكنات في إطار سياسة مبنية على امتصاص العجز المسجل وتلبية الطلب الاجتماعي للسكن بمختلف صيغ، والقضاء النهائي على البنايات القصدرية التي انتشرت بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
يندرج هذان الهدفان في إطار التوصل إلى الهدف رقم 11 لتطور الحضر الدائم من توصيات الأمم المتحدة، لا سيما الجانب الأول منه الذي يرمي إلى ضمان حصول جميع على سكن وخدمات قاعدية ملائمة وآمنة بقيمة معقولة وتطهير الأحياء من السكنات الهشة. إن دراسة أهم السياق الموجودة حاليا والتي رصدت لها موارد هائلة تظهر جليا الدور الاجتماعي التي تؤديه الدولة، بحيث أن أكثر من 80% من العرض العمومي للسكن يوجه إلى الفئات المحرومة. نحن على قناعة بأن محاور سياسة المدينة بمختلف مواضعها ستستوحي من عزمنا على مواصلة الجهود المبذولة في مجال التطور الحضري الدائم، حيث تحتاج هذه الإرادة إلى أن تستنير بمختلف الآراء وأشغال البحث وبمختلف التحاليل والخبرات، وكل هذا بإعطاء الاهتمام الكبير إلى نظرة واقتراحات المنتخبين المحليين والخواص والممارسين في الميدان مع شركاء الفعلية، مشاركة الفعلية للمواطن عبر المجتمع المدني والحركات الجمعوية الناشطة. إن اللقاء الدولي تحت رعاية الأمم المتحدة المنعقد بمدينة كيتو الإكواتورية خرج بتوصيات مختلفة التزمت الدول المشاركة ومن بينها الجزائر بالتقيد بها وتسجيلها فيما يسمى ببيان كيتو، الذي يشمل 175 نقطة نذكر من أهمها الحق في العيش في المدينة للجميع على حدود حد سواء وبدون تمييز، ضمان المشاركة المدنية بتحسيس المواطن من أجل التماسك الاجتماعي والاندماج، القدرة على رفع التحديات من أجل نمو اقتصادي مستدام بتجنيد الاقتصادات المحلية، قيام المدينة بمهامها الإقليمية دون مراعاة الحدود الإدارية من أجل نمو حضري وإقليمي، القضاء على فقر الفقر بكل أشكاله والقضاء على التهميش، المحافظة على البيئة وترقية الطاقات النظيفة، تنويع عرض حلول إيواء حسب دخل كل فرد من المجتمع بمراعاة الاندماج الاجتماعي للفئات المهمشة، العناية بذوي الاحتياجات الخاصة على أساس المساواة مع الآخرين لتمكينهم من الفضاءات العمومية، تعزيز المساحات الخضراء والعمومية للجميع بما فيها الشوارع والأرضية ومسارات الدراجات والحدائق، استغلال التراث الطبيعي والثقافي بالمدن والمستوطنات البشرية، تشجيع المدن الذكية المتعددة الإمكانيات التي توفرها الطاقات النظيفة والتكنولوجيا على غرار الرقمنة. إن النظرة الاستشرافية للمدينة تتطلب تدخل كافة الفاعلين بدءا من الإدارة المحلية الممثلة بالولات والمنتخبين إلى جانب المفكرين والمهنيين والباحثين والخبراء والمتعاملين القائمين على المدينة وتسييرها، ناهيك عن المجتمع المدني والحركات الجمعوية ذات الصلة التي يجب أن يكون لها دور فعال ومكمل في هذا المجال. وفي هذا الإطار إن أشغالنا اليوم تدور حول رحانات الأجندة الحضرية الوطنية الجديدة وتسجيلها عبر 14 ورشات، وهي الإطار القانوني لسياسة المدينة أمام الرهانات والتحديات الجديدة، التسيير المدمج للمدينة نحو إدارة حضرية جديدة، المدينة الذكية وإيكولوجية ومرنة المفهوم والجدوى، وأخيرا الاقتصاد الحضري، المدينة موارد الثروة والشغل، التسيير وميكانيزمات التموين من أجل تحديد المدن. سيداتي الفضلايات، سادتي الفضل الأفاضل، هذا الالتزام السياسي الذي يهدف إلى تجديد تنمية حضرية مستدامة يطمح إلى جعل مدننا مدنا مفتوحة للجميع، يراعى فيها الجانب الروحي والجمالي والثقافي، شاملة وآمنة تمارس العدالة الاجتماعية والمساواة والعمل على أن يستفيد كل شخص بنفس الحقوق والاستفادة بصفة متساوية بين الفرص الممنوحة من طرف المدينة. إن الجزائر من خلال
برنامج التنموي لفخامة رئيس الجمهورية تعمل على تسجيل هذه التوصيات الأممية المتعلقة بالتنمية العصرية المستدامة. إن الاقتراحات والتوصيات التي ستقدمونها إطراء أشغال ورشات ستكون لنا بمثابة إطراء لخارطة التاريخ التي انتهجناها في إطار مخطط عمل الحكومة. وهنا أرجو من الورشات الأربع أن تخرج بتوصيات تسمح لنا بتعزيز وإطراء الاستراتيجية المنتهجة في هذا الشأن. وفي ختام كلمتي أجدد باسمكم جميعا تشكراتنا وعرفاننا لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على كرم رعايته السامية ليومنا هذا. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.